بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبدأ بسم الله ورحمن وبرحيم دائم الإحسان. فالحمد لله القديم الأول الأخير الباقي بلا تحولي. ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وهدى وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدي. وبعد فألم بوجوب المعرفة بواجب لله عشرين صفة. فالله موجود قديم باقي مخالف للخلق بالإطلاق. وقائم غني وواحد وهي وذي المريد عليم بكل شيء سمعون البصير والمتكلم. له صفات سبعة تغتدم: فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر. وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله. أرسل أنبياء ذوي الفطنة بالصدق والتبليغ والأمانة. وجائز في حقه من أراضي بغير نقص كخفيف المراضي. عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة. والمستحل ضد كل واجب فاغفر لخمسين بحكم واجب. تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فحقق واغتنم. هم آدم إدريس نوح هدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم الدوايا عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام. الملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم. تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل. منكر نكير وراكب وكذا عتيد ملك وارد ونحتذى. أربعة من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها. زبور داود وإنزل على عيسى وفرقان على خير الملا. وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم. وكل ما أتى به الرسول فحقه التسليم والقبول. إيمان النبي يوم آخر وجب وكل ما كان به من العجاب. خاتمة في ذكر باقي الواجب مما على مكلف من واجب.
نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد ما نبي يتسب.